وربنا انا مهتم اخليك لك كبار اللعبه دي. انت ما تعرفش طه العدوي اصلا. انت لو فتحت كتاب التاريخ هتلاقي طه العدوي في الصفحه اللي بعد الفهد على طول. فهمت؟ يا انت عايزين نعمل حاجه جديده والله مش فاهم. ايه ده؟ راح فين؟ راح فين يا رب؟ أو عشان كده أنا ما رضيتش أضربه والله، يعني مراعاة لمشاعركم الرقيقة دي. أهم ما علينا إن أنا عايز أقول حاجة مهمة ليك. أبوس إيدك يا بنت دخل. ليه أبوس إيدك؟ أبوس إيدك. أنا أبويا بعت مبكر. قعد في البيت أمي جالها بنام مبكر. وأنا خايف أموت مبكر قبل ما أشتغل. أبوس إيدك شغل يعني تداولوا مع بعض في النهاية تشغلوني. أبوس إيديكم يا ناس. لا خلينا نشتغل. أنا اشتغلت كده صح؟ ربنا يخليك.